لماذا ندرس التوحيد؟ ست توحيد رجل، لأن التوحيد هو حق الله سبحانه وتعالى على العباد على الخلق. توحيد رجل الحشوم حقوق التري الحاش. خلقنا حتى نوحد الله سبحانه وتعالى، نعبد الله ولا نعبد أحدا مع الله. الحشوم دغشي غزار أبده بجطن وراء زري وقصة خد منشو. لا يدخل الجنة إلا موحد. جنة ميحن أم موحد فجاء. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة، لا صلاة ولا صيام ولا أي عبادة إلا بالتوحيد. الحشوم قبلي جن أم دتخد عبادتري وخيم نمزي ريخ نجي ريخ توحيد فجاء توحيد ريم غصو. ثم قد يسألك سائل يقول لك هل أنت موحد؟ زقرق أو بسنجري خنو واو موحد. تقول نعم أنا موحد. جبنوش انت ساس موحد. يقول لك ما هو التوحيد؟ اتانق أو بسنو ستة توحيد رزي إسر. إذا لا تعرف التوحيد فأنت غير موحد. توحيد رزي إسر ومجرمة أبشغ وموحد أم. ثم قد يسألك يقول هل أنت مشرك؟ إتانق وبصنجري هنو وهو مشرك. تقول أعوذ بالله أنا لست بمشرك أنا موحد. واجب أنوش هل لحمس شيخوما ساس مشرك أم ساس موحد. يقول ما هذا الشرك الذي حرم الله عليك؟ أبشغ وبصنوش ستة الشرك رزي السر. إذا لا تعرف الشرك نقول لعلك واقع في الشرك الأكبر وأنت لا تدري. شرك رزي السر ومجرمة دجت أنوش أنت الشركم وخحان جاري خنو ومش أخو.